بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح ابن فوزان الفوزان. حلقات من أحكام القرآن الكريم للشيخ صالح ابن فوزان الفوزان. تفسير سورة النساء، الدرس 76. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قوله تعالى: إن الله نعم ما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا، هذا ثناء من الله جل وعلا على تشريعه وأوامره ونواهيه، أنها نعم الأمر، لأنها تتضمن العدل والحكمة والخير للناس. إن الله نعم ما يعظكم به، والنعم كلمة مدح، فما وعظ الله به وأمر به وشرعه فهو ممدوح، وما نهى عنه وحرمه فهو مذموم. إن الله نعم ما يعظكم به. ثم علل ذلك بقوله: إن الله كان سميعا بصيرا، أي أنه سبحانه وتعالى أنعم على عباده بتشريعاته الحكيمة المحكمة، لأنها صادرة عن سمعه وبصره وعلمه سبحانه بأحوال عباده، فهو أعلم بما يصلح عباده. وفي قوله: إن الله كان سميعا بصيرا، كان ولا يزال سبحانه وتعالى، وهذا فيه أن الله لا يخفى عليه شيء من أعمالنا، لأنه يسمعها ويبصرها أينما كنا. لما أمر الله بأداء الأمانات والحكم بين الناس بالعدل، أخبر أنه سميع بصير يراقبنا في تنفيذ هاتين الوصيتين العظيمتين: أداء الأمانات والحكم بين الناس بالعدل. فإننا لا نخفى على الله سبحانه وتعالى، وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. ثم قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. لما أمر الحكام في الآية السابقة بما يختص بهم من أداء الأمانات التي هي الأعمال والمهام والمسؤوليات في الدولة، أن يولوها من يقوم بها من أهل الثقة والقوة والأمانة، وأمرهم أن يحكموا بين الناس بالعدل، وجه الأمر إلى الرعية، فقال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. أطيعوا الله في جميع ما أمركم به، ومما أمركم به أداء الأمانات والحكم بين الناس بالعدل وغير ذلك من الأوامر والنواهي. أطيعوا الله في كل ما يأمر به وفي كل ما ينهى عنه، وأطيعوا الرسول صلى الله عليه وسلم الذي أرسله الله إليكم مبلغا عنه رسالته وشرائعه، فتجب طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم كما تجب طاعة الله، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، وهو مبلغ عن الله سبحانه وتعالى، فتتعين طاعته فيما يأمر به وما ينهى عنه، لأن هذا هو معنى شهادة أنه رسول الله، طاعته فيما أمر، تصديقه فيما أخبر، واجتناب ما نهى عنه
وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. هذا مقتضى شهادة أن محمداً رسول الله، ومن ذلك طاعته صلى الله عليه وسلم في كل ما يأمر به، لأنه لا يأمر إلا بالخير ولا ينهى إلا عن الشر. وأولي الأمر منكم، ثلث بطاعة أولي الأمر، أي وأطيعوا أولي الأمر منكم، ولكنه سبحانه لم يكرر الفعل كما كرره مع الرسول صلى الله عليه وسلم، لم يقل وأطيعوا أولي الأمر منكم، بل عطفه على الأول، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، لأن طاعة المخلوق لا تلزم إلا إذا كانت موافقة لطاعة الله ورسوله، أما طاعة المخلوق فيما يخالف ما أمر الله به أو أمر به الرسول فإنه لا يطاع في ذلك. فطاعة أولي الأمر تابعة لطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، طاعة الله. أما طاعة الرسول فهي مستقلة، الرسول الله له طاعة والرسول له طاعة، لكن ولاة الأمور ليس لهم طاعة مستقلة، وإنما هي مربوطة بطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا جاء في الحديث الصحيح: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. قال عليه الصلاة والسلام: إنما الطاعة في المعروف. وأولي الأمر منكم، وهذا عام يشمل كل ولاة الأمور الذين يتولون أمور المسلمين، من ولاة الأمور الذين هم الأمراء والسلاطين والخلفاء، وكذلك من دونهم من القضاة والأمراء الذين أقامهم ولي الأمر. ولهذا جاء في الحديث: من أطاع الأمير فقد أطاعني، ومن عصى الأمير فقد عصاني. وفي الحديث الآخر: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. وفي رواية: وإن كان عبدا حبشيا مجدع الأطراف. وفي رواية: وإن كان عبدا حبشيا كأن رأسه زبيبة. فهو لا يطاع لشخصه ومنظره ومظهره، وإنما يطاع لأنه نائب عن الرسول صلى الله عليه وسلم، والرسول صلى الله عليه وسلم نائب عن الله جل وعلا، فهو لا يطاع لشخصه ومظهره، وإنما يطاع لمنصبه ومكانته، لما يترتب على ذلك من جمع الشمل واتحاد الكلمة وقوة الأمة وتفويت الفرصة على الأعداء المتربصين بالمسلمين الذين يريدون نقض المجتمع الإسلامي بواسطة إغراء الجهال والسفهاء وأهل الطيش على مخالفة ولاة الأمور في أشياء ليست من معصية الله. ثم أيضا، وحتى لو أمر ولي الأمر بمعصية فليس معنى ذلك أنها تخلى طاعته نهائيا، وإنما لا يطاع في تلك المعصية، لكنه يطاع في بقية الأمور التي ليس فيها معصية. فطاعة ولاة أمور المسلمين أمر واجب بعد طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا، وإلى الحلقة القادمة بإذن الله لنواصل الكلام على هذه الآية، والله المستعان، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين.